السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، تقدر تجرب أي كود أنت عايزه بأي لغة برمجة من اللغات ديت، سواء سي، سي شارب، سي بلس بلس، الجافا، باسكال، عندك البايثون، الجو، لغة البرولوج. كل اللغات دي تقدر تجرب فيها زي ما أنت عايز أونلاين من غير ما تسطب أي حاجة خالص، من خلال المتصفح تكتب الكود اللي أنت عايزه، تختار لغة البرمجة اللي أنت عايزها، وليكن مثلا بايثون. تمام، هو يبدأ يظبط لك الصفحة على لغة البايثون وتقول له ران، يبدأ يجيب لك تجربة للكود أو يبدأ يشغل لك الكود دوت. وده طبعا حاجة سهلة جدا، مش تقدر تكتب طبعا حاجات معقدة 5 6 صفح، بس لو انت في كود عايز تجربه ده الموقع ده هيفيدك جدا.